يعبر بوسام الناموس، يعبر في هذا الخنجر الغالي. تهانينا والناموس لعبد الله بن ناصر بن سعيد بن سويد المنصوري. حياكم الله مشاهدينا الاعزاء في برنامج مع الفائزين، يسعدنا في هذه اللحظات ان نلتقي مع مالك وسام محمد بن بطحان بن قران المنصوري. محمد، الف مبروك فوز وسام واختطافه للخنجر في مساء هذا اليوم وفي هذا المهرجان الغالي. تستاهل خير وعافيه. نعم محمد، ايش يعني لك الفوز بالخنجر في مهرجان سمو الامير؟ والله يعنينا شيء الكثير الحمد لله، هذه نقطة وكلنا نتمناها والحمد لله، ونهدي هذا الناموس للشعب القطري خاصة وشعب الإمارات عامة. نعم، وكذلك كيف شفت المهرجان بشكل عام؟ والله لا يعلى عليه الحمد لله، الجوائز قيمة والإدارة طيبة والتنظيم جيد وأفضل مما يكون الحمد لله، والإخوان متعاونين ويزاهم الله ومسهلين كل الأمور اللي مصالح الركض. محمد، نعود إلى وسام وإنجازه، ذكرنا عن سلالته ومشاركاته. سلالته الوسمي بعيرة الشيخ طحنون محمد وأمة درعية، ومشاركاته عندها رمز في المؤسس، وقبله كان ماخذ سيارة، وكانت مشاركاته طفيفة في سن اللقاية، والسنة كانت مشاركاته طيبة. نقول بيض الله وجهك أبو بطحان وبالتوفيق وشكرا جزيلا. العفو مشكور أبو بريك.